تقدم مشروع توريد الغاز المصري على لبنان كحل سحري لمشكلة الكهرباء، تحول لعنوان للاستثمار السياسي. البعض اعتبروا بداية فك لحصار غربي على لبنان وفرصة للتطبيع مع النظام السوري، والبعض التاني شاف فيه رد على استخدام بواخر المحروقات الإيرانية. بالواقع هو جزء من مشروع خط الغاز العربي اللي بيحقق مصالح مجموعة كبيرة من الدول. المشكلة ما بيضمن ولا أي حل لأزمة الكهرباء قبل ما يتعالج عدد كبير من المشاكل الأساسية. الاتفاق على مشروع خط الغاز العربي صار له من سنة 2000 وقام على عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت مد أنابيب غاز بتربط مصر بالأردن وتسلم هالجزء سنة 2003. المرحلة الثانية ربط الأنابيب بحمص وبنياس على الساحل السوري وطرابلس على الساحل اللبناني، وهيدي خلصت سنة 2008. سنة 2011 تعسر المشروع لعدة أسباب. بالأول نشفوا حقول الغاز المصرية وتحولت مصر لدولة مستوردة للغاز بدل ما تكون دولة مصدرة، وبعد وقت ضررت خطوط الغاز بسوريا وبمصر. اليوم رجعت مصر تصدر الغاز الطبيعي، والأوضاع الأمنية صارت تسمح بإعادة تنشيط خط الغاز وتنفيذ المراحل اللاحقة يلي بتكبر المشروع من الأربع دول وبتربط ثلاث خطوط جديدة. أولاً بتركيا لتصدير الغاز لأوروبا، ثانياً بالعراق لتلبية حاجة السوق العراقي، وأخيراً بدول الخليج لتصدير الغاز الخليجي. بيلبي المشروع مصالح عدد كبير من الأطراف، سوريا ولبنان والأردن والعراق بيطلع لهم حاجاتهم من الغاز، الخليج ومصر بيصدروا غازهم، وبتتحرر صادرات الخليج من لعبة المضائق البحرية والتجاذبات السياسية. ومن ميلتها أمريكا بتخفف اعتماد العراق على الغاز الإيراني وأوروبا على الغاز الروسي. فيها تستفيد الكهرباء بلبنان من مشروع خط الغاز العربي بطريقتين: أولاً استعمالها الغاز المصري بالمعامل الأردنية لتوليد كهرباء أكتر واستجرار هيدي الكهرباء على لبنان، ثانياً استيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا لتشغيل المعامل اللبنانية لإنتاج الكهرباء. بس كل طريقة بتضل تواجه عدد من المشاكل. بالنسبة للكهرباء الأردنية، تتوصل الكهرباء من الأردن على لبنان عايزين خطوط توتر عالي بين كل معامل الكهرباء اللبنانية وشبكات التوزيع، وهالشبكة مش مكتملة حالياً وبتعاني من ثغرات كبيرة وتصليحها بيحتاج تمويل منه متوفر قريباً. تانياً بالنسبة للغاز المصري، ما بيقدر الغاز يشغل كل معامل الكهرباء الموجودة. بحسب وزير الطاقة ريمون غجر، في معمل واحد مجهز لهلأ يشتغل على الغاز، هو معمل دير عمار، وإذا تشغل بكامل طاقته ممكن يعطينا 450 ميجاوات أو تقريباً 15% بس من حاجة لبنان للكهرباء، علماً أنه لبنان رح يخسر قريباً 400 ميجاوات من إنتاجية الشبكة بعد انسحاب الباخرتين التركيتين بسبب عدم تسديد مستحقاتهم. المشكلة الأساسية بكل الشبكة بتتجاوز قصة تأمين المحروقات إن كان غاز أو فيول، وبتتعلق بمستويات الإنتاجية المنخفضة بالمعامل وارتفاع معدلات الهدر بسبب غياب السيولة المطلوبة لصيانتها ومعالجة المشاكل التقنية فيها. زيادة على هالمشاكل التقنية تبقى عقبة أخيرة هي كارتال المحروقات. استفاد الكارتال لسنين طويلة من بيع مؤسسة كهرباء لبنان للفيول المستخدم بالمعامل رغم كلفته العالية مقارنة بالغاز الطبيعي. من المستبعد أن الكارتال يرضى يتخلى عن أرباحه من مناقصات الفيول الغامضة والمشبوهة مقابل خط غاز مع مصر، خصوصاً أن الكارتال بعده شريك السلطة السياسية وشريك بقراراته.